السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله نحل الامتحان، نبدأ امتحان القليوبية. ومتنسوش تشاركوا الفيديو لزمايلكم عشان كله يستفيد إن شاء الله. محافظة القليوبية عندنا في صفحة 159 عشان برضو تراجعوا معانا. المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، وله كتلة. التغير نقط هو تغير في شكل وتركيب المادة، التغير الكيميائي. طالما قال لي التركيب يبقى كيميائي، لو تغير في الشكل بس يبقى ايه؟ فيزيائي. اللافل الذات لها درجات نقط منخفضة، لها درجات غليان منخفضة أو درجات انصهار منخفضة. خلاص، يبقى لها درجات غليان منخفضة اللي درجتها مرتفعة الفلزات. تدور الأرض حول الشمس مرة كل عام، تتعاقب فيها فصول السنة الأربعة. فصول السنة الأربعة طبعا عارفينهم، الشتاء والصيف والربيع وإيه والخريف. في عملية التكثف أو التكاثف تتحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة بالتبريد. بالتبريد إذا غطى الحلة طلع بخار، عمر ما فيه بخار ينزل وغطى الحلة مظبوط. لو أنا عدلته كده إذا فيه تبريد حصل للبخار فبينزل في صورة إيه؟ سائلة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن حاجات عملي كده. كوكب المريخ يسمى الكوكب الأحمر لوجود معدن الحديد في صخور. علل: تبدو لنا النجوم صغيرة الحجم بسبب بعدها عن الأرض. لا يتغير الطعم الحلو للسكر المطحون لأنه تغير فيزيائي، لأنه تغير فيزيائي. الكوكب الأكبر حجما هو المشتري. تصنع الأسلاك الكهربية من، طبعا يعني لو ناخد بالنا في الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة، هو كاتب لي اختر بس، اختر الإجابة الصحيحة أو اختر الإجابة ما بين الأقواس. الكوكب الأكبر حجما هو المشتري. تصنع الأسلاك الكهربية من النحاس. ما تلخبطش، هو جايب لي الكربون عشان اتلخبط. يعتبر كل مما يلي تغيرا كيميائيا ما عدا، يعني كله تغير كيميائي ما عدا حاجة واحدة بس تغير فيزيائي. يبقى احتراق الفحم كيميائي، صدأ الحديد ايه؟ كيميائي. يعتبر كل مما يلي تغيرا كيميائيا ما عدا، قلنا انصهار الشمع. عند رفع درجة حرارة الماء لما نسخن المية فإنه يتبخر، ما يتجمدش، ما يتكاثفش، يتبخر. مخبار مدرج به 100 سنتيمتر مكعب من الماء، وقام أحمد بوضع 4 بليات متساوية. ناخد بالنا من المسألة دي، بتيجي كتير في الامتحانات، 4 بليات متساوية في المخبار. فارتفع الماء إلى 120 سنتيمتر مكعب، فماذا يكون حجم البلية الواحدة؟ طبعا حجم البلي هنقول 120 ناقص 100، هتطلع لي 20 سنتيمتر مكعب. إذا حجم البلية الواحدة هنقسم ال20 على الأربعة لأن عددهم أربعة، يبقى في خمسة إيه سنتيمتر مكعب. يبقى حجم البلية الواحدة كام؟ 5 سنتيمتر مكعب. نقولها تاني بسرعة، بنقول المخبار المدرج كان فيه 100 سنتي قبل ما نبدأ نحط البلي فيه، حطينا 4 بليات ارتفع ل120، يبقى بنطرح ال120 ناقص 100 بيديني 20 سنتيمتر مكعب. حجم البلية الواحدة نقسم ال20 على الأربعة لأن عدد البليات 4 يساوي 5 سنتيمتر إيه؟ مكعب. اكتب المصطلح العلمي. تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طبعا مادة صلبة يعني تلج، تحول لمية، يبقى عملية إيه؟ انصهار. عملية انصهار. أجسام مضيئة ذات أحجام مختلفة توجد في الفضاء، النجوم. عناصر قابلة للطرق والسحب والثانية، الفلزات، خصائص الفلزات زي ما خدناها. تغير في شكل المادة الخارجي، المادة الخارجي فقط طبعا تغير فيزيائي.
تغير فيزيائي، لو قل في التركيب الداخلي بقى ايه؟ كيمياء. ماذا يحدث عند دوران الارض حول محورها؟ الارض لما تدور حول محورها، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. امال لما تدور حول الشمس بتديني تعاقب الفصول الاربعة. وضع كمية من الماء في فريزر الثلاجة يتجمد ويزداد حجمه، ويزداد حجمه، ده هناخدها ان شاء الله في اعدادي. النظر الى الشمس مباشرة طبعا تتأثر العين، تتأثر العين اذا نظرنا اليها مباشرة. العدسة بتاعت العين ممكن تصاب. رتب الكواكب حسب بعدها عن الشمس، ناخد بالنا من الكلمة دي لان ممكن يقول لي من حيث الايه الحجم. يبقى رتب الكواكب حسب بعدها عن الشمس، اول حاجة عطارد، نمرة اتنين الزهرة، تلاتة الارض، اربعة المريخ. عطارد، الزهرة، الارض، المريخ، المشتري، زحل. رقم 6. ده ترتيب ايه الى حد ما حسب ايه الشمس او قربها من الشمس. نشوف محافظة اسكندرية، تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد بخار الماء مثالا للحالة الغازية. يسمى كوكب نقط بالكوكب الازرق نبتون. تصنع أسلاك الكهرباء من نحاس، السؤال ده متكرر في المحافظات كلها. ينشأ عن دوران الأرض حول محورها، تعاقب الليل والنهار، لسه مجاوبينه في القليوبية الوقت بس في صورة تانية. ما النتائج أو ماذا يحدث؟ عدد كواكب المجموعة الشمسية طبعا 8. من أمثلة اللافل للذات عنصر الكبريت. أكمل العبارات الآتية. التكثف أو التكاثف، الاتنين صح بالمناسبة، هو تحول المادة من الحالة الغازية يعني بخار مية إلى الحالة السائلة. أفكر كويس وأنا أجب بجاوب. أقرب كوكب للشمس هو عطارد، وأبعد كوكب للشمس هو نبتون. ناخد بالنا من الترتيب. توجد المادة في ثلاث حالات، منها الصلبة والسائلة اللي على حاجتين بس، لو قال التلاتة يبقى الايه الغازية. ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي يعني متغير في الشكل بس، بينما يعتبر احتراق الخشب تغير كيميائي. تنقسم العناصر الى فلزات ولا فلزات. اسئلة جميلة، ونحاول نكرر حل امتحانات على اساس نقفل الدرجة النهائية إن شاء الله. اكتب المصطلح العلمي. مواد لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الإناء الذي توضع فيه، اوعى تنسى الكلمة دي، حسب الإناء الذي توضع فيه، يبقى الإيه المادة السائلة على طول. المادة السائلة المياه يعني، حطيتها في كوباية كبيرة، حطيتها في كوباية صغيرة، حطيتها في طبق، حطيتها في حلة، حطيتها في صينية، بتاخد شكل الإناء الذي توضع فيه. كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، المادة، المادة. عنصر لا فلزي يدخل في صناعة الأعمدة الجافة، الكربون. تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد، التجمد، تجمد أو فريزنج إنجليش. يكون طبقة هشة على سطح الحديد عند تركها في الهواء الايه الرطب، صدأ الحديد، صدأ الحديد. جهاز يستخدم في قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل. جهاز المفروض او اداة، خلاص اللي هو الايه المخبار المدرج، المخبار المدرج. ضع علامة صح امام العبارة الخطأ وناخد بالنا، لو قال لي صوب نركز في الكلام. يستخدم الكيلو جرام في قياس الأطوال، طبعا غلط. اللافل الذات عناصر لها درجة انصهار وغليان مرتفع، غلط.
تدور الأرض حول الشمس مرة كل عام. تمام. الكربون من العناصر غير القابلة للطرق والسحب. تمام، لأنها من لا فلزات. علل: تصنع كابلات شبكات الكهرباء من الألمنيوم لأنها موصلة جيدة للكهرباء. لأنها موصلة جيدة للكهرباء. تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها. طب لو قال لي تعاقب فصول السنة الأربعة بسبب دوران الأرض حول إيه؟ الشمس. دول كان 2 محافظة أو محافظتين، الإسكندرية والقليوبية. هنتابع معاكم في الحلقات القادمة إن شاء الله مراجعة عامة وحل امتحانات. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم إن شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.